على المرزوق يقود مباراة مهمة لسي سيس للعودة لسكة الانتصارات إن شاء الله. إن شاء الله نستاهل، ما عندنا حتى خيار، كان انتصار غدوة. إن شاء الله نعملوا لقاء طيب، إن شاء الله نقدموا مردود باهي، وإن شاء الله ربي ينصرنا إن شاء الله. إيش تنجم باش تقول للبيبليك سي سيس اللي غدوة يستنى مباراة كبيرة منك ومن ليكيب كاملة؟ كيما قلت لك معناها ما فماش حتى مزية واحد، معناها ما يفقد حتى نقطة عرق، وإن شاء الله نفرحهم وإن شاء الله نكونوا عند حسن الظن نتاعهم إن شاء الله. يا حمزة المثلوثي خذوا مباراة صعيبة للسي سيس، وانت زادة ضد فريقك السابق عندها طعم خاص غدوة. ايه ظني أول مرة نلعب كنت الفريق السابق، فبون ماتش في الماتش. كل صحيح نلعب كنت السابق في بنزرت جمعية الأم، ما واحد توا اللي دار السابق يدافع على ألوانه، وأنا واجه السي سيس توا باش نلعبوا باش نلعبوا الانتصار تاعنا، وإن شاء الله اللي خير يربحوا.